احمد قالت للكابتن براسه قلت له ان ابني انتقم لجنين، قال لي ما جنين بعيد عنكم، قلت له احنا بلد واحده واحنا فلسطينيه زي بعض، استاذ بكر بده يحتكلني، قلت له انا ابني وقدمت لجنين شكله هو استفزيته بدي يذبح بدي يعني يعتقلني، قال لي خسرتي، قلت له ما خسرتش، عندي ست اولاد ورايحين يسموا احمد ياسين.